إنغر واحة العلم والعطاء، ووسط النخيل المترمية الأطراف المحاطة بالكثبان الرملية تنتصب منارات مساجدها العتيقة الضاربة في التاريخ، تشع بنبراس العلم والمعرفة بمشايخها وعلمائها الذين أناروا الدروب لسكانها بالتنوير والتفقه في أمور الدين والدنيا، فكانوا منارات علمية ذاع صيتها عبر الأصقاع. أبرز علمائها الشيخ الحاج موسى بن سيدي أحمد الذي نشأ في هذه البلدة الطيبة عام 1351 هجرية الموافق ل 1932 ميلادية. ترعرع في عائلة العلم والعلماء فنهل ولقن ما تعلمه إلى اليوم. كان والده معنا يستعين به عند غيبته وفي أمور الخاصة، وكان معنا يخلفه عند مع التلاميذ مع صغار سنه، وكان ينوب عن والده في قراءة الصبيان، وهكذا صار يقرأ ويقرأ مع والده. وفي عام 1951 ولاه والده الصلاة بالجماعة، صلاة بالجماعة، حتى بلغ وصل حتى وصل أبوه إلى العجز، عجز في عام 1956، فتولى الشيخ الحاج موسى حفظه الله الأمور كلها، والله والده وشيخه الأمور كلها من تدريس وصلاة قراءة صبيان والأمور الخاصة والعامة في البلاد، لأن كان والده يقوم بشؤون البلاد كلها، كان عالما وكان يلتجئ إليه في الفتاوى، حتى كان يدير شؤون البلاد حتى في تقسيم المياه. عكف الشيخ بن موسى على تعليم علوم الدين في الفقه والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بالمسجد العتيق، كما دأب على تنظيم حلقات التعليم والذكر بمنزله، والتي جرت عادتها إلى اليوم بحضور الطلبة ومريدي العلم. ما عهدناه من شيخنا سيدي موسى أنه منذ نعومة أظفارنا فهو في هذا المسجد يقوم بالدروس، تعليم القرآن ودروس ليلية، كذلك عنده مجلس في بيته صباحا ومساء، مجلس علمي يحضر له المشايخ يحضر فيه الطلبة، كذلك تخرج جميع الطلبة في هذه المنطقة تخرجوا على يده، فهو الشيخ معروف في هذه المنطقة بالزهد وفي الرغبة في جميع الناس الذين يريدون أن يتعلموا، تجده يعني كذلك الشيخ معروف بأنه في سابق عهده كان جميع المشاكل التي تقع في إنغر يرجع للشيخ سيدي بن موسى، سواء في قضية الخصومات أو في قضية كتابة الوثائق نتاع الملوك يرجع للشيخ بن موسى، أو قضية العقود كذلك عنده درس دائما في بداية رمضان، يبدأ مع بداية رمضان إلى آخره، صباحا يشرح الأربعين النووية وتختم في آخر رمضان، كذلك دروس ليلية يقوم بها الولد نتاعو بعد صلاة التراويح، من صلاة التراويح دروس ليلية. وما عهدنا في سيدنا وشيخنا أنه مواظب على هذه البناء. الشيخ الحاج بن موسى تخرج على يديه طلبة وأئمة كثر توزعوا عبر العديد من مساجد القصر والمناطق المجاورة، يشهدون له بحسن الأخلاق والسيرة والنباهة في طرق التلقين والتحصيل. هذا مجلس العلم هذا يسموه مجلس عمره أكثر من 20 سنة، هنا في هنا هنا عندنا في المنزل، عندنا في المنزل هنا درسين، درس في الصباح بعد الساعة ونصف صباحا، فيه مجموعة من الكبار والصغار، لكن هذا المجلس فيه الصغار والكبار أكثر من 20 سنة،
يعني مجلس يضم جميع الانواع في السيره في الفقه في الـ في الـ في, الـ في كل يعني جميع انواع العلوم الدينيه فيه. الشيخ الحاج موسى شيخي وابي وولي نعمتي كذلك منذ صغرنا تربينا على يديه في مجلس علمه. كان مجلسه كله مجلس تواضع ومجلس علم، ولم نعرف عليه كما قال القادر شيئا من فضول الكلام وغير ذلك، لا تراه إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قدم الكثير، قدم الكثير لهذه البلدة. نعم، كان منارته يكفيك هؤلاء الطلبة الذين هم هنا في إنغر من طلبة ومن أساتذة وغير ذلك، كلهم هذو تتلمذوا على يدي الشيخ وتربوا على يديه، ونفع الله سبحانه وتعالى بهاته البلاد. نعم، أبرز مشائخي وأولهم والده الشيخ سيدي أحمد رحمه الله، قرأ عليه القرآن كما سبق وحفظه قبل احتلامه، وقرأ عليه النحو والفقه السيرة النبوية وكتب القوم ككتب ابن عطاء الله وغير ذلك، وقرأ معه البخاري ومعه الشفاء القاضي عياض وغير ذلك ما يعد كثرة. كذلك للشيخ كذلك مشائخ أخر أخذ عنهم وجالسهم، كما كان يزور كثيرا ويجالس شيخنا العلامة البحر الفهامة علامة زمانه الشيخ سيد محمد بن الكبير قدس الله سره، فجالسه مرارا وأخذ عنه كثيرا. ومن الشيخ الذين جالسهم ومعنى تذاكر معهم وأخذ منهم وأخذوا عنه الشيخ سيدي الحاج الحسن شيخ من المدرسة بأنزقمير حفظه الله، والشيخ الحاج أحمد المغيلي كذلك صاحب المدرسة بأنزقمير حفظه الله، والشيخ الحاج سالم بن إبراهيم تلميذ الشيخ بالكبير حفظه الله، وكذلك الشيخ سيدي مولاي عبد الله الطاهري بن سيدي مولاي أحمد الطاهري عميد مدرسة سالي حفظه الله. فقد جالس الوالد مرارا حتى تدبج، والتدبيج عند أهل التاريخ أن يجيز كل واحد صاحبه. فقد حصل التدبيج بين الشيخ عبد الله الطاهري وبين الوالد حتى أجاز بعضهم البعض حفظ الله جميعا. الوالد حفظه الله منذ صغار سنه لا يعرف الفضول في القول ولا في الفعل، ولا كل أموره جدية، إما مذاكرة وإما تعليم وإما مناقشة. لا تسمع في مجلسه ذكر يسيء للدين أو يسيء للمروءة. إذا رأيته رأيت مروءته، وإذا رأيته رأيت الأخلاق. وهذا يشهد له كل من جالسه وكل من أخذ عنه، حتى شهد له معنى الأشياخ الذين سبق ذكرهم شهدوا له بالسلوك. كان سيدي الحاج محمد الكنتي رحمه الله عميد مدرسة الرقاقدة بزوج كنتا، وكذلك من جالس الوالدة وأخذ البعض عن البعض. قال شهادة في الوالد حفظه الله، قال سيدنا الحاج موسى حفظه الله قل سلوكه في زماننا هذا. ألف في السيرة النبوية في المغازي والسير مثلا وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصائد كذلك في زوجاته عليه الصلاة والسلام، وقصائد كذلك ذكر فيها أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ألف في الفقه، وكذلك ألف في التوحيد في علم الكلام،
معناها منظومات عديدة، وكذلك ألف في النحو، وكذلك ما سبق ألف في القرآن ما يتعلق بالرسم والحذف وغير ذلك، وله كذلك عدة مخطوطات نقلها من مظانها كتب من الضخمة ألفها بيده أدام الله له العافية وهي موجودة، كما أن مؤلفاته ومنظوماته لا زالت مخطوطة عندنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في نشرها ونظمها وطبعها. قبل أن نرحل من الدنيا مدى بإنسان إنسان الفرص، لأن الفرص ليس لها قيمة، الفرصة ليس لها قيمة، لأن يقال لا تبيت الحكمة في رأس من يموت. إنسان لا يدري متى يرحل من الدنيا مدى بإنسان يغتنم من الفرص، وخاصة العلماء، لأن موت العلماء مولاتهم حياة القلوب. سيدنا رضي الله عنه يقمع الحكيم أوصى ابنه، وهذا في 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 كتاب موطأ، آخر كتاب موطأ، يعني وصى ابنه لقمان الحكيم فقال: وجلس العلماء وزعمهم بكبتك، فإن الله يحيي الأرض الميتة بباب السماك، فإن الله يحيي القلوب بماء العلم، كم يحضرت على الأرض بوابل السماء. فينبغي للشاب أن يأخذ الفرصة في هذه الدنيا، لا يدري متى يرحل، لأن الله تعالى لأن الدين تاعنا بني على الشباب، اللي بني على الشيوخ. قال الله سبحانه يعني حلف الشباب وخالف الشيوخ، الشيوخ يعني خالفوه كلهم قالوه من بلاده، ولكن الشباب الذين تلفوا حوله وقاموا بهذا الدين. مجالس الذكر والعلم للشيخ الحاج بن موسى بمدينة أنغر تبقى تنضح بنفحات حب الاستزادة من العلم والمعرفة، ما دامت مناراتها العلمية شامخة معطاءة تنور الدروب.